رجعنا تربحوا معنا اليوم زوز تيكيات من عند فيستيفال انترناسيونال حمامات باش تحضروا للكونسير نتاع عمر الواعر وعايدة نياتي. ما كانش تو دو سويت نتعداو اسمعوا فلت اسمعوا فلت اي سيدك فتحية مش اليسا رجعت على مختار الرسام جاوبته ردت عليه وقال المدير مهرجان كارتاج الدولي نذكر الساعة اللي هو كان انتقد الفنانة اللبنانية إليسا وقال ما تعجبني إليسا وهذا موقفي كمدير مهرجان كارتاج وأنا لم أدعوها للمشاركة. يا أخي هبطت هي تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر وقالت الناس بتروح وبتيجي وإليسا رح تبقى ملكة كارتاج. جميلة منها جميلة منها سرتو ملكة قرطاج تيباني ما زاد فيها شوية مسكينة زاد فيها شوية برا بركة ليس نتاعنا خليت تقول تحبي برا اسمعوا فلت ولعت 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 بين مريم الدباغ وفنان الراب سانفارا صار اي سيدك بعد ما انتقدها في غنيته الأخرانية وكشف على ماضيها معمل غنية هو سانفارا جبت فيها مريم الدباغ كلاشيها ما بلغة الراب اي كلاش صحيت فتحي نتفهملها وتوعدت مريم الدباغ فنان الراب سانفارا بمنعه من دخول تونس مجددا وكشف أسرار اختير عليه هو اللي خليه يرد عليها في ديجا تعدى مع هادي زعيم في موزايك وقال انه يتحدى الدباغ اذا كانت تعرفه او انها تعرف عليه حاجة اما هي قتله كيما كانتروك في بنزرت طب شتت كانتر من تونس كاملة معنا. هددته معناها كيفاش يجبد الدباغ قديش من حبهمش هالتهديدات النوع هذايا اللي راني نجم ننفيك جيتك بجاه ربي انا ونهار هي قالت باش ننهي هي ناويه تمحينا الناس كل وتنفينا الناس كل وانا ونهار نفيت ومحات ليه حتى يبدا يتبجج اللي هو عنده سلطه اللي عنده زوز معارف معناها خليها تتبجج نجم يعمل بهم المستحيل يعني عامله كلاشينكو في يد منينيت تواجد تجي تيري علينا انا وياك فتحي وصلنا اسمعوا فلت ربي كبرنا في طاعته يا فتحي ربي كبرنا في طاعته أمين يا ربي اشتمع الفنان المبدع كاظم الساهر ظهر مؤخرا قاعد يحوس في دبي مصحوب بأحفاده دي يدوروا معاه اللي كانوا يدوروا ويقولوا عم كاظم عم كاظم عم كاظم دايرين به هو فرحان ويضحك بالضحكة منا لنا وبدأت تظهر عليه ملامح ومظاهر الشيخوخة اللي رغم كل محاولاته لإخفائها فرضت روحها خصوصا في وجهه. كاين انت قرر شيخوخة الراجل باش يحضر في روحه باش يعرس شيخوخة وعلاش عمو علاش مش جدو مش موجود هما يفدلكوا معاه القهوة يقول لهم تقولوا لي جدو مش خلى بين جدو عمو وما خلى بهم شي على ذاك عم كذا ربي كبرنا في طاعته هذاك هو هذاك هو اسمعوا فلت بعد ما سكتت الإعلامية المصرية ريهام سعيد وكنا حكينا عليها فتحية قبل وحكينا على المرض نتاعها اللي جاها وربي يشفيها لمحالة خرجت وهبطت فيديو فوكال حكيت فيه لأول مرة عن تفاصيل المرض الخطير نتاعها في تسجيل صوتي عبر حسابها الرسمي في الانستغرام وأوضحت ريهام سعيد أنه ضعف جهاز المناعة اللي عندها ضعف على الأخر خلال 4 سنوات الماضية بسبب الضغوط النفسية اللي عانيت منها في الفترة اللي تعديت وأدت لإصابتها بميكروب في خشمها وقالت اللي المنطقة هذه تسمى مثلث الموت في الخشم خطرها عبارة عن غضاريف ما يوصلهاش الدم مما يؤدي لعدم وصول أي دواء لها وأكدت أنها اكتشفت المرض هذا عندها 2 شهر بركة لكنها أصرت على الاستمرار في خدمتها لأطول فترة ممكنة وهو ما تسبب تدهور حالتها وأضافت وقالت أنها خضعت العملية أزالت من خلالها أنفها بالكامل نحات الخشم حات خشمها ولا حات الغضاريف اللي في الخشم نحات انا اللي سمعت في الفيديو نحات الغضاريف نحات او شو نقول لك شو عملت نحات الخشم اما اوغوزمون طحت مع طبيب باهي الخشم تنحى كومبليتمون اما عاودوا زرعوا باش يعاود يتكون الخشم وعاود تفرش فيه انا اللي سمعت انه نحاول الغضاريف وخذوهم الغضاريف نتاع الوذن دونك خذوا غضاريف وعاودوا فوالا موضحه انها كانت بالفعل باش تقضي حياتها من غير وجود انف لولا تدخل احد الاطباء الكبار واجراوا لها عمليه تكوين انف جديد
فوالا من خلال خذوا زوز غضاريف من وذنيها وزرعوهم لها باش الخشم يعاود يتكون من لولو جديد. معناه يعاود ينمو مره اخرى من لولو جديد، كما نقولوا ينبت خشم جديد. ينبت خشم جديد فوالا، اما هو تم ازالته راهو الخشم. وبيان سور باش تستحق العمليه التجميل على خاطر ماهوش ينبت خشم هكاك اهو. فهمت؟ فما عملية تجميل حتى ساعة تحب لها. فوالا قالت فوالا قالت زادة اللي حياتها ما زالت مهدة، وأنها حتى الآن ما تعرفش إذا كان تم القضاء على الميكروب هذا وإلا لا، لأنه في حالة وجوده من ممكن أنه يوصل للمخ في أي لحظة. وأعربت عن استيائها الشديد من بعض متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب اتهامهم لها بادعاء المرض، وقالت وقالوا عليها اللي هذه حاجة مقرفة للمرض اللي فيها. وأكدت أنها باش تطرق الحديث على الفئة هذه من الناس في مرة أخرى. احنا نتمنى لها الشفاء إن شاء الله، ربي يشفيها وربي يعافيها. وذاك هو معناها مش سهلة الحكاية نتاعها، ابتلاء فوالا، ابتلاء من عند ربي. وشوفوا معناها الستريس شنو ينجم يعمل في العبد. دونك واحد ماذا به ديما يحاول يبدل ويبعد على الضغط قد ما ينجم. معها اليوم ولينا نشوفوا في أمراض جديدة ومتجددة معناها، وأمراض مربوطة بالضغط وبالخدمة وبالستريس اللي يعيشوا أي معناها اللي تعرض له ينجم يعيشوا أي عبد راهو موجود في أي طو. ولات أمراض نادرة وجديدة أصلا حتى ما نعرفوهاش سببها الأول والأخير هو الضغط. على ذلك لازم نعملوا طلب الإدارة ما عادش حبيبي يخدم معنا خاطر يركب لنا ستريس. هو اللي ركب لك ستريس. حبيبي عطينا غنيه.